قوات الأمن العراقي تحبط هجوماً انتحارياً استهدف مقر الأمن الوطني بكركوك. حصيلة قياسية جديدة للوفيات بكورونا في الهند واستمرار المساعدات الدولية لنيودلهي. مدبولي يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد والبابا طوادرس يترأس صلوات خميس العهد. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع ليلاس كفوزي. أهلا بك ليلاس. شكرا لك يا ندى وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتلا انتحاريا وسط محافظة كركوك. هذا وذكرت الخلية في بيانها أن القوات الأمنية تمكنت من قتل الإرهابي الذي كان يرتدي حزاما ناسفا أثناء محاولته الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في كركوك. وأضاف البيان أن الحادث أدى إلى إصابة 2 من أفراد الأمن. أعلن الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية في غرب الموصل، وذكرت مصادر أمنية عراقية أن العملية تأتي لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي بالموصل، وجاءت بناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجود عناصر من التنظيم الإرهابي في هذه المنطقة. وللمزيد ينضم إلينا دكتور طارق حرب خبير الشؤون الأمنية. دكتور طارق، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. ما زال العراق يعاني من خطر الإرهاب ويعاني من خطر داعش تحديدا، لماذا برأيك هنالك استمرار لهذه العمليات ومجابهة هذا التنظيم بعد أن كان العراق قد أعلن سابقا أنه انتصر على تنظيم داعش بالفعل؟ شكرا لك وأهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرامة. سيدتي، الانتصار لابد أن تعقب آثار معينة، والآثار قد تكون قليلة، قصيرة، غير كبيرة، غير عظيمة. هذا ما حصل. نعم، الانتصار حصل، وجميع داعش خرج من العراق بجميع المدن والقرى والمديريات والمحافظات، وما وقع عمليات يعني تتكلم عن جانب اعلامي اكثر من كونها تؤكد على الجانب الحقوقي وفي مناطق معلومه. وكما هو معلوم ان مساله الديمقراطيه وحقوق الانسان وحريه الراي والتعبير يمكن ان يتولد منها في الجانب الاخر استغلال هذه الامور لاغراض حزبيه، لاغراض سياسيه. كان استخدمها داعش. اقول ان ما يحصل من داعش هو محدود، لا سيما بعد النهضة الكبيرة التي نهضت عليها قوات مسلحة الجيش ومكافحات. طيب دكتور طارق، من هذا المنطلق متى من الممكن أن نستطيع القول أن ربما العراق انتصر بشكل يعني كبير على هذا التنظيم ولن تتكرر أو لن يوجد هنالك أي عمليات أخرى لتعقب حتى فلول هذا التنظيم؟ سيدتي، المتى؟ نعم، رهينة العيال، لكن لابد ان ناخذ من الاعتبار ان داعش اخذ من بغداد من العراق المقر الرئيسي، وان هنالك دول مثل تركيا، ايران، سوريا،
يشجع بشكل وبآخر وجود الإرهاب فيها، فيبقى نعم يبقى، لكن هل يبقى ب10% 20% القوة السابقة؟ الجواب حتما كلا، قد يكون وجوده إلى 2% أو 3%، وهذه مسألة يعني مسموح بها بظروف العراق الواضحة الآن. نعم، على كل حال دكتور طارق حرب خبير الشؤون الأمنية، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر. إلى الملف السوري، حيث دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بدرستن الحكومة السورية وكل الأطراف إلى إطلاق سراح المختطفين واتخاذ إجراءات بشأن المفقودين. وخلال كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن حول التطورات بسوريا، أكد بدرستن أن الانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها الحكومة السورية ليست جزءا من العملية السياسية لمجلس الأمن. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1011 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا بفيروس كورونا، وفاة 51 حالة جديدة. أوضح دكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم خروج 643 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، لارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 169,308 حالات. سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليون. هذا وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها رصدت نحو 380 ألف إصابة جديدة و 3645 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وتشير بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات يبلغ حاليا 18,380,000 ألف، بينما وصل عدد الوفيات إلى 204,832. قال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة. ذكر المسؤول الهندي خلال مؤتمر صحفي أن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم، مشيرا إلى أن عدد من الدول عرضوا تقديم إمدادات من عقار فافيفافير لعلاج كوفيد-19، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من لقاح ريميديسفير. وصلت طائرتان روسيتان محملتان بمعدات طبية إلى العاصمة نيودلهي، مع استمرار الهند في تسجيل أرقام قياسية جديدة لفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها ستقدم للهند أكثر من 22 طنا من المساعدات. هذا وكانت بريطانيا قد أرسلت الشحنة الأولى من المساعدات الطبية، والتي تتضمن 100 جهاز للتنفس الاصطناعي و95 جهازا لتوليد الأكسجين إلى الهند، وذلك لمكافحة تفشي الجائحة. قال البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة سترسل إلى الهند إمدادات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للزيادة في حالات الإصابة بكورونا. أضاف البيان أن الإمدادات تشمل 1000 أسطوانة أكسجين، 15 مليون كمامة، ومليون وحدة لاختبار التشخيص السريع. أضاف البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أعادت توجيه طلبياتها الخاصة من إمدادات تصنيع لقاح أسترازينيكا للهند، مما يتيح لها تصنيع أكثر من 20 مليون جرعة.
أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية زيادة حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا في العديد من دول أمريكا اللاتينية، وذلك رغم الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل احتواء الجائحة. ففي المكسيك تم تسجيل 3818 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 2,336,944 حالة. كما تم تسجيل 371 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس. أما في الأرجنتين فقد تم تسجيل 23,718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 2,928,890 حالة. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 24,736 حالة، يصل الإجمالي إلى 3,350,000. أشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء المرض بواقع 264، ليزيد الإجمالي إلى 82,544 حالة وفاة. قالت السلطات في طوكيو أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية بلغ 1027 حالة، وهو أعلى مستوى منذ 28 من يناير الماضي. وأعلنت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في طوكيو وبعض المناطق حتى 11 من مايو القادم، ما أدى إلى إغلاق المطاعم والحانات وكذلك المتاجر الكبرى ودور السينما وغيرها من الأنشطة التجارية. أعلنت مجموعة موديرنا الأمريكية نيتها الاستثمار في خطوط إنتاجها لتتمكن من إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في عام 2022. وهذه المجموعة والتي طورت لقاحا يعتمد على تقنية جديدة مثل فايزر باينتك رفعت أيضا توقعاتها لعام 2021، وتأمل الآن أن تكون قادرة على توفير ما بين 800 مليون مليار جرعة هذا العام، كما أوضحت في بيانها. سجلت وزارة الصحة الفلبينية 114 وفاة لمصاب بفيروس كورونا و 8276 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في البلاد إلى أكثر من مليون حالة. فرضت السلطات في نيبال إغلاقا لمدة 15 يوما بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في البلاد. تم فرض الإغلاق في معظم المدن والبلدات الرئيسية في البلاد، وتمنع إجراءات الإغلاق جميع الشركات والخدمات باستثناء الأساسية منها من العمل، وتقيد الحركة العامة غير الضرورية في جميع المقاطعات الثلاث للوادي وفقا لشرطة نيبال.
سجلت روسيا أكثر من 9000 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19، منها 3215 في موسكو، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 4,797,000 منذ بدء الجائحة. وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة كوفيد 19 أن 364 شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بالمرض في الساعات 24 الماضية، وبهذا تصل حصيلة الوفيات إلى 109,731 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة العراقية تقديمها مقترحا بفرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين بما فيها عيد الفطر، وذلك ضمن إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا. قال مدير عام الصحة العامة العراقية إن هناك تخوفا من دخول سلالة الهندية المتحورة من الفيروس إلى العراق نتيجة عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية. قالت الحكومة التونسية أنها ستفرض حجرا صحيا إجباريا لمدة أسبوع على كل الوافدين اعتبارا من 3 مايو القادم. كما أضافت الحكومة أنها ستواصل تعليق الدراسة حتى 16 مايو، وذلك لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا. كل الدعوة للانخراط في جملة هذه الإجراءات، وبعد مداولتها قررت اللجنة إذن مواصلة تطبيق جملة الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة سابقا. كل ما تم إقراره هو يتم اعتماده لأنه هذاك الأساس متاع التوقي من انتشار الفيروس. وإضافة إلى ذلك فقد تم إقرار الإجراءات التالية التي ستعتمد من يوم 3 مايو إلى يوم 16 مايو، ما لم تتم مراجعتها في ضوء تطور الوضع الوبائي. وهذه الإجراءات هي التالية: أولاً، إقرار الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام للوافدين من الخارج مع إجراء تحليل PCR بين اليوم 5 و7. ثانياً، إعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصورة مستعجلة للمصادقة على مجلس نواب الشعب. ثالثا، مواصلة تعليق الدروس بالنسبة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، ودعوة الأطراف المعنية بالسنة الدراسية إلى ملائمة الرزنامة المدرسية مع مستوجبات فترة التعليق للدروس لأسباب صحية. قررت الحكومة الأردنية تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، وذلك تنفيذا لخطتها في الفتح التدريجي بجميع القطاعات. أعلن الأردن تخفيف إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا، ومن ضمنها وقف الحظر الشامل يوم الجمعة، وأيضا السماح بأداء صلاة التراويح في المساجد. وقف العمل بالحظر الشامل ليوم الجمعة اعتبارا من يوم بعد غد الموافق للثلاثين من نيسان، لتكون الإجراءات فيه كأي يوم آخر من أيام الأسبوع. ثانيا، يستمر العمل بالحظر الجزئي الليلي وفقا لما هو معمول به الآن بما في ذلك أيام الجمعة. ثالثا، السماح للمواطنين بالخروج سيرا على الأقدام لأداء صلاتي العشاء والتراويح ولمدة يحددها معالي وزير الأوقاف اعتبارا من يوم الجمعة الموافق للثلاثين من نيسان وللعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ورث أسوأ أزمة صحية من قرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير. كما أضاف خلال كلمته بالكونغرس أنه سيعمل على تحويل الأزمات إلى فرص من أجل خلق الوظائف وتخطي تداعيات انتشار الفيروس. هذا وعدد بايدن إنجازاته خلال 100 يوم، من بينها توزيع 200 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.
تواجه الولايات المتحدة أسوأ أزمة صحية منذ قرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الانهيار الكبير الاقتصادي وأسوأ أحوال اقتصادية منذ الحرب الأهلية. ولكن اليوم وبعد 100 يوم بإمكاني التكلم أمام الأمة بأن الولايات المتحدة على المسار الصحيح مجدداً. لقد عملنا على خطة إنقاذ، وهذه إحدى أهم الحزمات في تاريخ الولايات المتحدة، ولقد رأينا حتى الآن نتائج هذه الحزمات. لقد شاهدنا نتائج هذه القرارات. بعد توعدي بنشر 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، لقد تمكنا من تسليم 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا في 100 يوم، وذلك بفضل جهودكم جميعا. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في قيادة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات العالمية بالتعاون مع الحلفاء، مؤكدا أنه ما من دولة قادرة بمفردها على مواجهة الإرهاب والصبغ النووي والتغير المناخي والهجمات الإلكترونية. كما شدد بايدن على أن الولايات المتحدة تستعد لتصدير لقاحات كورونا. أيها الأمريكيين، علينا أن نظهر لهم ليس فقط أننا عدنا، ولكن عدنا لنبقى في الصدارة. وسنفعل ذلك عبر العمل مع حلفائنا. ما من دولة برمتها أن تتعامل مع كل الأزمات الحالية من الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية والهجرة والخطر السبراني والتغير المناخي وغيرها من القضايا، بالإضافة إلى الجائحات التي نواجهها. وما من حائط كاف أو جدار كاف سيسمح لنا بمنع الفيروس من الانتشار، ولكن علينا اليوم تلبية احتياجاتنا ونعمل على تحقيق ذلك. وسنفعل ذلك لنكون نحن مركز توليد اللقاحات لدولة أخرى، فالولايات المتحدة هي مركز ديمقراطية لباقي العالم وتؤثر كثيرا على باقي العالم. وحول العلاقات الخارجية، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته لا تسعى إلى نزاع مع الصين أو التصعيد ضد روسيا. كما شدد خلال خطابه أمام الكونغرس على استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحها ضد الممارسات التجارية غير العادلة التي تقودها الصين. كما أنه أبلغ الرئيس الصيني شي بأن الولايات المتحدة ستبقى على وجودها العسكري في المحيطين الهادي والهندي. وأشار بايدن إلى أنه لا يسعى إلى التصعيد ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه سيرد بحسم على ما وصفه بالاستفزازات الروسية. تكلمت مع رئيس الشي وقلت له أننا نرحب بالمنافسة، نحن لا نبحث عن أي نزاع، ولكن أوضحت له بشكل تام أننا سندافع عن المصالح الأمريكية، وستقف الولايات المتحدة ضد الأفعال التجارية غير الشرعية وعلى سرقة التكنولوجيا الأمريكية. ولقد أخبرت أيضا الرئيس الصيني أننا سنحافظ على وجود عسكري كبير في المحيط الهادئ وفي المنطقة الآسيوية كما نفعله في أوروبا، ليس للعمل على نزاع بل لمنع النزاع. فيما يتعلق بروسيا، نعرف أن للجميع مخاوف، ولكن أوضحت للرئيس فلاديمير بوتين أننا لن نسعى إلى أي تصعيد، ولكن هناك تداعيات للأفعال الروسية، ورديت بشكل مناسب على التدخل الروسي في الانتخابات وعبر الهجمات السبرانية على الشركات الأمريكية. ونعرف أن روسيا فعلت ذلك، وقلنا لها أننا سنرد، وهذا ما فعلناه. دعا بايدن الكونغرس إلى زيادة المساهمات الضريبية بالنسبة إلى الشركات والأمريكيين الأكثر ثراء، وذلك من أجل تمويل خطة التعافي من كورونا، مضيفا أنه سيفرض ضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، خاصة الذين تهربوا من دفع حصصهم.
أقول بالأول ماذا لن أفعله، لن أفرض أي إضافات ضريبية للأشخاص الذين يحققون أقل من 400 ألف دولار سنويا، ولكن حان الوقت ل 1% من أغنى أغنياء الولايات المتحدة أن يدفعوا نسبتهم العادلة من هذه الضرائب. وأظهرت الدراسات الحديثة أن 55% من أكبر الشركات في الولايات المتحدة دفعت 0% من الضرائب الاتحادية، وهذه الشركات 55 حققت فائدا بأكثر من 50 مليار دولار. هناك الكثير من الشركات التي تهربت من دفع الضرائب عبر جعل حساباتها في سويسرا وجزر الكايمان وغيرها، وقد استفادت من الثغرات القانونية وذلك لتصدير الوظائف إلى الخارج. الأمر ليس مناسب، علينا إصلاح القوانين الضريبية لكي تدفع هذه الشركات حصتها، ونعرف أننا سنستفيد جميعا من ذلك. ناقش وزير الدفاع الأمريكي مع قائد الجيش الباكستاني انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان. وذكرت صحيفة إكسبريس الباكستانية أن وزير الدفاع الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا بقائد الجيش الباكستاني لإنهاء حملة عسكرية استمرت 20 عاما في أفغانستان، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي. كما أكد الجانبان أهمية دفع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وتعزيزها في المجالات المختلفة. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء قانون الهجرة الجديد في هونغ كونغ الذي يحتمل أن يمنع الأشخاص من مغادرة المدينة، ما يثير مخاوف من فرض حظر على المغادرة على غرار ما هو معمول به في الصين. تم اعتماد نص القانون من قبل البرلمان والذي بات خاليا من نواب المعارضة
في المستعمرة البريطانية السابقة، وهي المنطقة التي كانت منذ أكثر من عام موضع سيطرة قوية من بكين. ويمنح القانون مدير خدمة الهجرة سلطة منع الأشخاص من ركوب الطائرة من هونغ كونغ وإليها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن المخاوف الأمريكية تتمثل في إمكانية استخدام الصين القانون على نحو تعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك ضد مواطنين أمريكيين. قال وزير خارجية تايوان أن الصين تستعد على ما يبدو لهجوم عسكري نهائي على الجزيرة. وقال وزير الخارجية جوزيف وو أن الصين زادت مؤخرا من أنشطتها العدوانية ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وأضاف وو أن تايوان تدافع عن نفسها حتى النهاية. وتقول الصين أن تايوان هي من أراضيها ويمكنها السيطرة عليها سلميا أو بالقوة. وافق البرلمان الأوروبي على السماح بفرض قيود على المنصات الإلكترونية تتيح إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو ذات الطابع الإرهابي خلال ساعة، بينما تقدم وزير الداخلية الفرنسي بمشروع قانون جديد إلى مجلس الوزراء لمكافحة الإرهاب يشمل إجراءات مشددة على دور العبادة. في ظل مخاوف جدية لمكافحة أنشطة الإرهاب والتطرف المتصاعدة في أوروبا، أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لفرض قيود على المنصات الإلكترونية تسمح بإزالة الرسائل والصور والمقاطع الفيلمية التي تحمل طابعاً إرهابياً خلال ساعة، وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء لتطبيق القرار. المساعي الأوروبية تأتي في ظل ما تعانيه عدة دول في القارة من مخاطر الإرهاب، حيث تعد فرنسا التي تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضرراً، وبدأت في اتخاذ خطوات نحو تشريع قانون لمكافحة الإرهاب. وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان كشف أن مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى الجمعية الوطنية يشمل إجراءات مشددة على دور العبادة، ويمنح الشرعية والطابع الدائم لقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الذي نجح في إحباط 36 اعتداءً إرهابياً وطرد 600 متطرف منذ عام 2017. وبحسب وزير الداخلية الفرنسي ينص القانون على إغلاق الجمعيات التي تشرف على إدارة دور العبادة المشتبه في ارتباطها بأعمال ذات طبيعة إرهابية، مشيرا إلى أن المسلمين في فرنسا هم أول ضحايا الفكر المتطرف. القرار الأوروبي يأتي تزامناً مع دراسة نشرها المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب أكدت أن الجماعات المتطرفة سواء من التيارات اليمينية أو اليسارية تقوم باستغلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر التطرف وخدمة أيديولوجيتها، وكذلك في الاستقطاب والتجنيد لتنفيذ مخططاتها العبثية في مختلف الدول الأوروبية. قالت الشرطة الألمانية أن سيدة تبلغ من العمر 51 عام احتجزت للاشتباه في قتلها 4 أشخاص في مستشفى بمدينة بوتسدام بشرق البلاد حيث كانت تعمل هناك. وقالت شرطة ولاية براندنبورغ أنه عثر على الضحايا وشخص خامس مصاب بجروح خطيرة في غرف المرضى. هذا وقال المتحدث باسم الشرطة تورستن هيربست أن الضحايا بدت عليهم علامات عنف خارجي كبيرة، ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات القتل، لكنها قالت أن المرأة المحتجزة مشتبه بها على وجه السرعة في عملية القتل. صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة للتصديق على اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر لندن من عدم الوفاء بالتزاماتها. خطوة أخيرة في رحلة طويلة، ها
هكذا رحبت بريطانيا بدعم البرلمان الأوروبي الساحق لاتفاق التجارة في مرحلة ما بعد البريكزيت، لتنتهي بذلك 9 أشهر من المفاوضات التجارية بين الجانبين. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن تمرير الاتفاق التجاري في البرلمان الأوروبي سيوفر الاستقرار في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما قال كبير مفاوضيه في المحادثات ديفيد فورست إن الاتفاق يسمح للجانبين بالتركيز على المستقبل. الترحيب البريطاني جاء بعد أن أظهرت النتائج النهائية للتصويت الذي أجراه البرلمان الأوروبي موافقة 660 من أصل 697 نائباً على نص الاتفاق الذي عارضه 5، بينما امتنع 32 عن التصويت. الاتفاق التجاري الذي جاء نصه في 1246 صفحة ينص على عدم وضع أي رسوم أو حصص على المنتجات البريطانية والأوروبية التي يتبادلها الطرفان، بينما سيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي. كما توصل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى أوروبا تدريجيا عن 25% من حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات ونصف. ومن جانب آخر، لن يكون من الممكن أن يواصل مواطن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود، كما سيكون للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سوقين منفصلين. تمرير الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفتح مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين بعد 5 سنوات من تصويت الناخبين البريطانيين على إنهاء عضوية بلادهم داخل التكتل الأوروبي والتي استمرت 47 عاماً. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن دكتور ناصر قلاوون، أستاذ العلاقات أو أستاذ الاقتصاد السياسي. أرحب بك دكتور بداية على شاشة إكسترا نيوز. إذا كما ورد في الخبر، البرلمان الأوروبي يصوت بأغلبية كبيرة للتصديق على اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان تقريبا في 31 من يناير. دكتور، يعني بعد خروج المملكة المتحدة اليوم من الاتحاد الأوروبي، برأيك كيف سيكون شكل العلاقات الأوروبية البريطانية أو على الأقل التي شهدناها مؤخرا يعني منذ الخروج حتى الآن؟ إذا تصويت البرلمان الأوروبي كان بأغلبية ساحقة، يعني كل التيارات السياسية الأوروبية الليبرالية اليمنية المتشددة ويعني حتى الوسط صوت أكثر من 600 صوت مقابل 5 وغياب 32، بمعنى رسالة للداخل الأوروبي في الاتحاد والبريطانيا أن الخروج هذا آخر خروج لأي دولة، هذا نفسيا وسياسيا. بالطبع لا أحد يستطيع منع إرادة شعبية، لكن هذه رسالة من الاتحاد لبريطانيا أن ما قمتم به هو انقلاب على روحية الاتحاد وبالتالي قلبنا الصفحة الآن. رقم اثنين، نعم، مصاغرة البرلمان الأوروبي هو يضع بأمر واقع وقانوني الآن اتفاقية الانفصال أو الطلاق، وبالتالي يفعل لجان للتحكيم وغيره، وبالتالي للمصنعين والجهات المختلفة، المستوردين، المصدرين، جهات الشراكة التجارية وغيرها تعرف ماذا تفعل هذا. لكن هذا بريطانيا اقتصادها 80% هو خدمات، تأمين، ملاحة، وبنوك وأمور استثمارية، وبالتالي لا يغطيها هذا الأمر، زائد تبادل طلاب. إذا هذا يغطي جزء صيد الأسماك، يترك الخدمات المالية ويترك إيرلندا الشمالية. إذا قضيتان مفتوحتان لي برأي التجاذب في المستقبل. برأيك دكتور ناصر، القوانين قوانين البريكزيت كانت مشحفة لأي من الطرفين أكثر، المملكة المتحدة أم الاتحاد الأوروبي؟ ومن الذي سيتأثر خلال الفترة القادمة، خاصة أن العالم يعني يعاني من أزمة اقتصادية كبرى؟ نعم، وهذا ما يدفع الآن لدمج ضرر البريكزيت على بريطانيا، لأني عندي في أول 3 أشهر في هذا العام تراجع في حركة التجارة ما بين الطرفين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مخلوطة ما بين يعني كورونا وما بين البريكسيت. لكن بحكم أن البريكسيت له أمور سياسية ويعني لنقل تجارية للمدى الطويل، فهذا الأمر هو ما يعطيه يضعه في يعني قلب العاصفة. لكن الآن عندي
هناك مماحكة مع فرنسا بسبب صيد الأسماك، وعندي كذلك نوع من عدم رضا أوروبي في مؤسسات الاتحاد. الوزير البريطاني المختص اللورد فروست هو معروف بعدم وديته تجاه الاتحاد، لكن كما قلت ترحيل مشاكل معينة، مثلا الدعم الزراعي في بريطانيا أو المناطقي، ما زال الاتحاد له قول في هذا الأمر. كذلك ما بين الاتفاق التجاري الموعود، يعني جوائز البريكسيت، اتفاق بريطاني أمريكي ليس على الرف الآن، كل النظر أو الأنظار تتجه لزيارة الرئيس بايدن الموعودة في يونيو لحضور قمة السبعة، وبالتالي يحال بوريس جونسون أن يشترح شيئا ما لتسريع وتيرة المفاوضات التجارية، لأن كل ما حصل لحد الآن نتائجه يعني اتفاقية مع 60 دولة أغلبها صغير باستثناء اليابان، لكن كله نتائجه تأتي في المدى لنقل بعد 3 أو 5 سنوات. الشركات التجارية سيدتي تحتاج إلى 3 سنين ما بين المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كي تنتج يعني سلعة السوق. بريطانيا دكتور ناصر تمكنت من توقيع 63 اتفاق للتجارة الحرة مع باقي التكتلات الاقتصادية، يعني برأيك إلى أي مدى هذا سيساعد بريطانيا اليوم، وهل يمكن لبريطانيا يعني من خلال هذه الاتفاقيات أن تعرض كذلك على السوق الأوروبية المشتركة أم لا؟ لا شك وضخم، إذا أجبر أو أجبرت الدول في الخارج على الاختيار ستختار سوق الاتحاد لبيع سلعها أو أمور أخرى، لكن الأغلب مثل المنطقة العربية لا تفضل الاختيار، لأن كثير من النخب العربية تفضل النظام الإنجليزي، خصوصا يعني لنقول دول وازنة في الخليج مصر وغيرها، هناك يعني تقاليد موجودة في نظم التعليم في نظم التربية وإرسال الأولاد في الطرفين والتبادل العلمي. إذا النموذج الإنجليزي مرغوب في هذا، كيف تحافظ بريطانيا على مكتسباتها بدون الخسارة؟ يعني هذا برأيي، هذا بقلب بريكسيت، أن نحافظ على علاقة مع الاتحاد والمكاسب مع خسارة ضئيلة نقول 10%، ولكن نكسب العالم. الآن عندي حالة واحدة هي مع اليابان، لكن شرط اليابان في الماضي كان أن بريطانيا هي باب السوق الأوروبية لتصدير السيارات، وبالتالي هذا الأمر هو على المحك. وأيضا أكبر تكتل اقتصادي في العالم يعني يعرف بتكتل تي بي بي من لندن. دكتور ناصر خلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على 16 عضوا في الجماعة المتطرفة للشباب الأوكراني في 9 مدن روسية كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات وهجمات مسلحة في الأراضي الروسية. جاء في بيان صدر عن الجهاز أن زعيم الجماعة كان ينسق نشاط هذه الجماعة في الأراضي الروسية من داخل أوكرانيا، وتم تجنيد الأعضاء الجدد للجماعة بشكل تدريجي. وأفاد بأنه تمت أثناء إجراء تفتيش في المنازل المقبوض عليهم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والرموز المتطرفة والوثائق التي تضم المعلومات حول الجرائم الإرهابية التي كان من المخطط أن يتم ارتكابها. نقلت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية جثث 24 مهاجرا من جنوب الصحراء بعدما لقوا حتفهم بسبب العطش والجوع، وذلك أثناء محاولاتهم عبور الساحل الغربي لأفريقيا إلى جزر الكناري. وتم رصد قاربهم الخشبي لأول مرة بواسطة طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية، وهو ينجرف في المحيط الأطلسي على بعد حوالي 265 ميلا بحريا من جزيرة الهيرو صباح يوم الاثنين الماضي. وقال عمال الإنقاذ إن 3 أشخاص كانوا على متنه ما زالوا على قيد الحياة، لكنهم كانوا في حالة خطيرة بعد قضائهم 22 يوما في البحر بدون طعام أو شراب. We'll be right back.
بعث المستشار دكتور حنف الجبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد العمال. وقال رئيس مجلس النواب في نص البرقية إن عيد العمال يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذي يمثل فيها العامل المصري قاعدة الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل. وأكد المستشار حنف الجبالي أن مصر المستقرة هي مصدر اعتزاز وستعيش آمنة مستقرة. بعث رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. وبهذه المناسبة جدد رئيس الوزراء العهد لرئيس الجمهورية على بذل الحكومة المزيد من الجهد والعطاء كي تتمكن مصر تحت قيادته من استكمال مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا، سعيا لتحقيق غدا أفضل للشعب المصري العظيم، وأن ينعم بحياة كريمة، وأن يتم تحقيق الخير والأمان والسلام للأجيال القادمة. هذا كما هنأ دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الشعب المصري بمناسبة عيد العمال. وقال مدبولي إن العمال بناة حضارة مصر ونهضتها على مر التاريخ، وسيظلون دائما كما عاهدناهم سندا لوطنهم في كل محافل البناء والتعمير والتنمية، موجها الشكر والتقدير لعمال مصر بمختلف القطاعات. هنا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جموع المصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد القيامة المجيد. وأكد رئيس الوزراء في هذه المناسبة أن قيمة المواطنة التي تسود بين جموع الشعب المصري بمختلف أطيافه ومعتقداته ستظل صماما لفرض صلابة ووحدة هذا الشعب الذي يكتسب عظمته من تنوعه. كما بعث رئيس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة، معربا عن أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأخبات. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لوزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال. أكد وزير الداخلية في برقيته تقديره وتقدير هيئة الشرطة بالدور الوطني لعمال مصر الشرفاء ودورهم في ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء في كافة المجالات من أجل دفع مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق الازدهار في كافة أرجاء البلاد. بدأ قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات خميس العهد بدون حضور شعبي بسبب ظروف فيروس كورونا الحالية. وتقام صلوات قداس خميس العهد في جميع الكنائس والأديرة بمصر وخارجها، حيث يترأس الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة القداس الإلهي ضمن طقوس أسبوع الآلام الذي ينتهي بصلوات قداس سبت الفرح، حيث تحتفل الكنيسة بعيد القيامة المجيد في 2 مايو القادم. تواصل وزارة الداخلية تطوير وحدات قطاع الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين. تهدف خطة التطوير المرحلية إلى رفع كفاءة كافة الوحدات الإنشائية وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة وبما يسهم في تقديم خدمة أمنية حضارية للمواطنين.
انطلاقة تطوير قطاع الأحوال المدنية بدأت بمقره الرئيسي بالعباسية، ثم امتد التطوير ليشمل كافة مقرات الأحوال المدنية بالمحافظات لتصبح ذات نسق إنشائي موحد. تطوير شامل رفع كفاءة سجلات الأحوال المدنية القديمة وإنشاء جديد منها، وفي كل الأحوال تزود تلك السجلات بتكنولوجيا حديثة متطورة وأماكن انتظار لائقة، مع تزويدها بخاصية الاستدعاء الرقمي وعدد كاف من شبابيك تقديم الخدمة لتقليل زمن الحصول على المصدرات من شهادات ميلاد ووفاة وقيد عائلي وبطاقة رقم قومي وشهادة زواج أو طلاق وغيرها من المصدرات. كما أتاح القطاع خدماته على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت، يستطيع المواطن أن يختار المصدر الذي يحتاج إليه ويتقدم بطلب الحصول عليه مع الدفع عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني أو شركات التحصيل الفوري، ويصل المصدر إلى مكان إقامته عبر البريد في زمن قياسي. كما خصص القطاع عدداً من ماكينات آلية ذكية لطباعة مصدرات القطاع، على أن تشمل المرحلة الأولى استخراج شهادات الميلاد عقب التأكد من شخصية المواطن وفقاً لخطوات محددة، وتعمل على مدار 24 ساعة. ولمزيد من التيسيرات للمواطنين، تم إنشاء عدد من المقرات الجديدة النموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى لخدمة المترددين عليها، ويتيح لهم استخراج مصدرات الأحوال المدنية دون التقيد بأماكن الإقامة وبصورة حضرية لائقة وعلى مدار اليوم، حيث يستمر العمل بتلك المقرات للتاسعة مساء. اتبسطت جدا ان انا لقيت احوال مدنيه في مول او انا بعمل شوبينج او الكلام ده كله، ممكن اطلع بطاقه اعمل شهاده ميلاد خلال 24 ساعه عادي جدا، في اي وقت احتاجه هلاقيه. بصراحه التجربه هنا كانت ممتازه جدا. انا شفت الاعلان على الفيسبوك على افتتاح المكان هنا في المول، وجينا فعلا مفيش اي عطله، مفيش اي زحمه، في خلال بس يا دوبك وقفنا على شباك واحد خدنا استمارات وعملنا كل الاجراءات بتاعتنا بكل سهوله وكل وضوح. كما يتيح القطاع خدمه الترجمه الفوريه لمصدراته لاكثر من 14 لغه. انا فرنساوي ومسيحيه، وانا جاي النهارده عشان بيعمل البطاقه جديد، وانا مبسوطه قوي عشان كله نظيف والناس حلوه وكويسه وبيتكلم كمان انجليزي وفرنساوي. وتنفذ وزاره الداخليه خطه متكامله للنهوض بكفاءه مقرات الاحوال المدنيه انشائيا والتوسع في ميكنه خدماتها، قطعت شوطا كبيرا فيها وتستكمل ما تبقى منها وصولا لجميع المقرات، مع انشاء مقرات جديده في اماكن اختيرت بعنايه لضمان استفادة المواطنين منها وتيسيرا عليهم دون حدوث تكدسات. تتواصل في مكاتب الصحة بمحافظات الجمهورية عمليات تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا. للمزيد من المتابعة مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم إلينا عوض الغنام مراسل أكسترا نيوز. أرحب بك عوض بداية، إذا ما هي آخر مستجدات عمليات التلقيح والتطعيم الدائرة عندك؟ نعم ليلاس، دعيني أبدأ من حيث أنا متواجد الآن، متواجد في مركز صحي مسمى بنفسج هنا في منطقة أكتوبر الجديدة. منذ الساعات الأولى حسب ما علمنا من المصادر هنا داخل هذا المركز، كانت تتوافد فئات متعددة عشرات ومئات إلى هذا المركز الصحي للحصول على هذا اللقاح. الفئات التي نتحدث عنها كما قسمتها وأعلنت من قبل وزارة الصحة لهم الأولوية في هذه المرحلة، ثم بعد ذلك سيتسع أو ستتسع المظلة لتشمل كل المصريين بلا استثناء. الأولوية الآن للطواقم الطبية ذوي الأمراض المزمنة وكذلك كبار السن، يأتون بسهولة بعد أن يقومون بتسجيل أسمائهم وكل البيانات الخاصة بهم على المواقع الخاصة بوزارة الصحة، ثم يصلون إلى تلك المراكز الصحية بكل سهولة ويسر. يمرون بثلاث مراحل، المرحلة الأولى والتأكد من المعلومات والرسالة التي وصلت إليهم، ثم بعد ذلك يدخلون إلى عيادة الطبيب، سيقومون بعملية كشف سريع للتأكد من طبيعة الأمراض. ومن هنا من المهم أن كل كبار السن تحديدا ومن لديه أمراض مزمنة
من عليه أن أصطحب التقارير الطبية معه عند وصولي إلى هذا المركز الطبي المنوط به الحصول على اللقاح. ثم المرحلة الأخيرة كما تعلمين هي الحصول على اللقاح، وهي لا تأخذ سوى دقائق معدودة، ربما دقيقة أو اثنتين على أكثر تقدير، ثم يعاود مرة أخرى بعد فترة زمنية. وفي هذه الحالة لا يتم كل هذه الإجراءات، ولكن تتم الأمور بشكل أسهل وأيسر بالحصول مباشرة على اللقاح المرحلة الثانية، ثم تنتهي الأمور على خير وسلام. نعيد ونؤكد أن كل المواطنين من هذه الشرائح التي تحدثنا عليهم عليهم أن يذهبوا مباشرة إلى المراكز الصحية إن لم يكونوا يجدون القراءة والكتابة، أما دون ذلك فعليهم أن يتواصلوا مباشرة عبر الإنترنت شبكات الإنترنت بالتسجيل في المراكز الصحية المنوط بها الحصول على البيانات الخاصة بعملية التسجيل. مصر حتى أمس ربما تكون للاس قفزت أو عبرت حاجز 2 مليون من الذين قاموا بالتسجيل. نتحدث يوم الاثنين الماضي كان 78,000، ثم الثلاثاء 80,000، ربما بالأمس اقتربنا 90. نتمنى اليوم أن نعبر 100,000، لأن اللقاح متوفر، قامت به الدولة، قامت بمجهود عظيم في هذا الاتجاه. نتحدث عن قبل مغادرة هذا العام وجود 100 مليون لقاح، وهناك افتتاح قريب لإحدى الفروع الخاصة بالشركة الروسية المصنعة لهذا اللقاح، ستكون هنا في مدينة السادس من أكتوبر. فبالتالي الحكومة وفرت والدولة بكل جهاتها المعنية كل اللقاح المطلوب ليكون تغطية شاملة لكل المصريين إن شاء الله، بعد الله بيننا وبين كل مرض وكل شهر، ورمضان كريم. عودة لك للأسف. صحيح عواد، يعني وافقت هيئة الدواء المصرية بشكل طارئ على الموافقة يعني على لقاح الروسي. أشكرك شكرا جزيلا عواد الغنام على كل هذه المعلومات. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية وهذه تذكرة بأهم عناوينها. قوات الأمن العراقية تحبط هجوما انتحاريا استهدف مقر الأمن الوطني بكركوك. حصيلة قياسية جديدة للوفيات بكورونا في الهند واستمرار المساعدات الدولية لنيودلهي. مدبولي يهنئ أقبة مصر بعيد القيام المجيد، والبابا طوادروس يترأس صلوات خميس العهد من دير مارمينا. وإلى هنا مشاهدينا، لم يتبقى لنا سوى أن نحيط على محاضراتكم بأن تردد أكسترا نيوز الجديد أصبح 11785، معدل ترميز 27500، أما معامل الاستقطاب فهو رأسي. كنا معكم للاس كفوزي وندى رضا في هذه الجولة الإخبارية. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.